أهلا وسهلا يا طلاب يا زميلتي، أريد أن أتكلم قليل عن الموسيقى. أولا أريد أن أتكلم عن المرابعة. المرابعة من أردن، المرابعة مجموع قليل يعني فرقة، جميل جدا وأحسن ولطيف. والروك، هل تعلم الروك؟ هل تستمع إلى الروك؟ الروك في أردن أفضل أن أستمع إلى المرابعة. المرابعة عنده 2 ألبوم، في رأيي يجب أن أستمع إليهم، من اللازم أن أستمع إليهم. إذا ما استمعت إليهم ستستمع الآن. أيضا أنا أستمع إلى الموسيقى والروك العربية عندما أعمل. عندما قاعد في سيارتي دائما أستمع إلى الموسيقى والروك العربية، دائما أستمع إليهم، دائما أستمع إلى المشروع ليلى، المرابعة، الفرعي. أنا أحب الموسيقى العربية، أنا أحب الروك. أستمع إليهم عندما أشعر بالوحدة، أستمع إليهم عندما أشعر بالسعيد. أنا أحب القطار، أنا أحب التبلات،